اهلا بيكم. احنا معكم النهارده هنستكمل حوارنا مع سعاده السفير خالد محمد عبد الرحمن مساعد وزير الخارجيه الاسبق. احنا توقفنا في الحلقه السابقه عند محطه الولايات المتحده الامريكيه، النهارده هنستكمل باقي المحطات الدبلوماسيه لسعاده السفير، فابقوا معنا وتابعونا. انا تخرجت من كليه التجاره جامعه عين شمس في عام 81، ونظرا لاني يعني نشات في ممكن نقول بيئه دبلوماسيه بحكم وظيفه الوالد واقارب اخرين، فمن وانا صغير كنت احب التحق بالسلك الدبلوماسي. كانت فيتنام في بدايات يعني تجربتها الاقتصاديه الفريده، لأن من 92 ل 94، ولكن كان هناك بعض المؤشرات إن يعني بيحاولوا يغيروا من أوضاعهم الاقتصادية مع قليل من الانفتاح على الغرب وعلى الولايات المتحدة. التحقت بالقطاع الأفريقي، مكتب نائب مساعد الوزير للمنظمات والتجمعات الأفريقية، قضيت حوالي سنة وكنت ماسك موضوعات ذات صلة بحفظ السلام. وأتذكر وقتها أنشئ مركز لدراسات حفظ السلام وإدارة الأزمات. احنا معكم النهاردة هنستكمل حوارنا مع سعادة السفير خالد محمد عبد الرحمن مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير، أنا بشكر حضرتك مرة تانية على هذا اللقاء. أشكرك، شكري لك. مسيح مشاهدينا في كل مكان، طبعا احنا كنا توقفنا مع سعاده السفير في الحلقه السابقه عند محطه هيوستن الولايات المتحده الامريكيه. سعاده السفير، احنا حاليا عايزين نبدا محطه ثانيه وهي محطه طرابلس ليبيا. حضرتك تكلمنا بقى عن الفتره دي، كانت من سنه كام لكام، وكانت ايه ابرز التحديات اللي بتواجه حضرتك في الفتره دي، طبعا في التعامل مع الجاليه المصريه اللي كانت موجوده في الفتره دي. انا بعد هيوستن لما رجعت قعدت في الديوان عام الوزارة لمدة سنتين، توليت فيهم منصب مدير مكتب مساعد الوزير للشؤون العربية كان دكتور مصطفى الفقي. وبعد كده أخدت برضو دورة في كلية الدفاع الوطني اللي هي بيشارك فيها ممثلين عن كل الوزارات مع بعض الزملاء من الضباط، ودي كانت برضه من الفترات الدورة اللي هي زمالة كلية الدفاع الوطني لكبر حجم الجالية المصرية. ودي كانت من الفترات اللي يعني لمست فيها مدى التأثير المصري برضه في ليبيا. كان لأن في يعني مش عايز أقول آلاف، يمكن لو هنوزع على طرابلس وعلى بنغازي وعلى المدن الكثيرة الأخرى يمكن مئات الآلاف يعني من المصريين. يعني كثير منهم ليهم مشاكل، لأن في فترة معينة كان الدخول ممكن يبقى بالبطاقة الشخصية، يعني في أزمنة سابقة يعني. وكان كثير منهم أحيانا بيجي عشان يخلص كثير من المصالح. ووصلت يعني قوة العلاقة بين الشعبين، كنت فوجئت بعد ما وصلت إن في مثلا سائقين زي السائقين بتوع الميكروباصات بيتحركوا من قدام السفارة بيروحوا مصر القاهرة لغاية العتبة مثلا، وياخدوا في السكة 5 6 7 أيام. فكان في كثير من الـ 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 النشاط. وعلى المستوى الاقتصادي كان في برضو، كانت وقتها ليبيا اوريدي يعني بتتخلص من تداعيات مشكلة لوكربي، وابتدوا يعملوا معارض تجارية. وأتذكر زيارة السيدة وزيرة التجارة السفيرة فايزة أبو النجا وبعض الشخصيات الأخرى، وكثير من وفود رجال الأعمال في مجالات كثيرة. ده بالإضافة إلى أن وقتها شهدت برضو تطور كبير على مستوى العلاقات السياسية. يعني أتذكر أن السيد الرئيس الأسبق زار وأنا هناك ليبيا حسني مبارك 6 مرات، فطبعا دي كانت من
من التجارب المهمة جدا بالنسبة لأي دبلوماسي يعني. وكان أحيانا الزيارات دي لا يعلن عنها إلا قبلها بساعة ساعتين، فنتوجه سريعا للمطار يعني، وكانت أحيانا بتدوم يوم وأحيانا كثيرة كانت عدة ساعات يعني. سيد سفير، من المعروف ان ليبيا من الدول الجاذبه للعماله المصريه بطبيعتها، وحتى هذه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها كمان، انا عايز حضرتك تنقل لنا فيما يتعلق لما يبقى في دوله فيها عدد كبير من العماله المصريه، ايه هي الاجراءات اللي بيتم معاهم، وايه المشاكل اللي ممكن بتصدر منهم وبالتالي لازم يبقى واخدين بالهم منها، وازاي يتعاملوا معاها، او ازاي كمان الخارجيه المصريه تعاملت معاها. هي طبعا بيبقى العدد لما بيزيد العدد طبعا، بالذات في بلد زي ليبيا وبهذا الكم الكبير، وبالذات ان يمكن الغالبيه العظمى او الغالبيه بيبقوا عماله طبعا، ولكن هناك ايضا اطباء ومهندسين ومدرسين. فانا بس معلومه صغيره، لما كنت هناك جميع المدرسين الاوائل في الرياضه والفيزياء والكيمياء مصريين دون استثناء يعني. فطبعا بتبقى ليهم كثير من المشاكل، وطبعا وقتها كانت برضو ليبيا الأمور القانونية فيها مش واضحة قوي، وكان ساعات بيبقى فيه نوع من أنواع الالتباس في كثير من الموضوعات، فطبعا دي كانت بتؤدي إلى مشاكل. ده زائد إن في طبعا كثير من المصريين اللي بيروحوا في مجالات العمالة ومجالات أخرى إلى حد كبير ما بيبقوش عارفين بالظبط ما هي حقوقهم، وأحيانا بيروحوا وهم مش مدركين تماما مدى مصداقية اللي أرسل ليهم أنهم يجوا في ليبيا، العقود بالظبط كده. فطبعا دي كانت بتسبب مشاكل وكده، وكانت المشاكل دي بتحل أو بيتم حل. كان في لجنة قنصلية مشتركة ما بين بلدين، وما كانتش بس وزارة الخارجية اللي بتشارك فيها، كانت بتشارك جهات أمنية أخرى من لأن الموضوع طبعا يتعلق بتكلم في آلاف يعني. وكان طبعا قدر المستطاع يعني بيتم حل هذه المشاكل. فالواحد طبعا بينصح أي حد، سواء عمالة سواء مؤهلات عليا، يبقى عارف بالظبط يعني ما هي الحقوق المطلوبة منه، وما هي الـ 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 الإجراءات الـ أو العواقب اللي ممكن تحدث في حالة إن أنهى العقد فجأة مثلا، أو تعرض مثلا لأي مشكلة، نفترض مشكلة صحية، هل في حاجة مثلا فيها تأمين صحي؟ هل دي كلها حاجات في غاية الأهمية في كثير من البلاد، بالذات في البلاد اللي بتبقى كثيفة العمالة يعني. العودة الخاصة بوزارة الخارجية كانت فين بالظبط تحديدا، وأيضا الاستعداد للخروج بشنغهاي الصين. بعد طرابلس أنا رجعت وتوليت، كنت نائب مساعد لشؤون غرب وسط آسيا، ودي كان بيندرج تحتها عدة دول، إيران وأفغانستان ودول آسيا الوسطى. فدي كانت برضو قضيت سنتين في الديوان، كانت مهمة لأن أنا كنت متولي الملف الأفغاني، لأن كنت قبلها بعشر سنين وحصل وقتها طبعا الاجتياح الأمريكي لأفغانستان وللعراق، وطبعا كان برضو مرتبط لأن لا يمكن النظر للعراق بدون ما حدث في العراق بدون يعني متابعة إيران يعني. فيعني بعد كده نقلت قنصلا عاما لمصر في شنغهاي، ودي كان 2005 ل 2009. شنغهاي طبعا بتعتبر العاصمة الاقتصادية للصين، ويعني رجال الأعمال المصريين يتوافدون عليها بشكل إلى الآن يعني شبه منتظم، لأن زي ما حضرتك عارفة الصين هي بيسموها مصنع العالم يعني.
لو سألت حضرتك يعني ايه ابرز النقاط او ابرز نقدر نقول القوة اللي حضرتك شفتها في الصين تحديدا واللي ساعدتهم على انهم يوصلوا لهذا التطور الاقتصادي اللي هم واصلين اليه؟ والله يمكن اهم حاجه طبعا يعني العمل، يعني تقديس، يعني هناك في تقديس للعمل، يعني لدرجه ان من ضمن الحاجات مثلا اللي انا الناس كلها بتلاحظها او موضوع شنغهاي، ان يعني في شنغهاي تحديدا يعني البنوك تقفل يوم واحد بس، يعني يوم السبت يبقى البنك شغال مثلا، لان شنغهاي بتعتبر برضو العاصمه المصرفيه، لان في مركز مدينه المال في او حي المال في شنغهاي، في فروع جميع البنوك العالميه. طبعا اكتر حاجه لاحظتها بعد وصولي مدى حب واحترام الشعب الصيني للمصريين، وتحديدا للثقافه المصريه وللتاريخ المصري وللحضاره المصريه. يبدو ان برضو عشان الصين دوله حضاره فبيشعروا بخصوصية في علاقتهم مع الصين. يتزامن معها طبعا ان العلاقات السياسية تاريخيا علاقات خاصة جدا جدا، لان مصر كانت اول دولة في العالم الثالث تعترف بالصين سنة 56، لدرجة ان انا لما من مقابلاتي لكبار المسؤولين هناك من عمدة المدينة او النائب بتاعه، فاتذكر ان اكتر من واحد يقول لي سنة 56 حصلت مليونية في ميدان السلام السماوي تأييدا لمصر في أزمة السويس. فالعلاقات خاصة جدا، والشعب الصيني أو الصيني سهل قوي إن أي شخص يكسب صداقته، يعني بالتقدير وبالمجاملة وبالاحترام. وطبعا انفتاحهم على العالم كله وساعدهم على تحقيق هذه الطفرة الاقتصادية الهائلة. من الصين حيث رجعت مرة تانية لديوان عام الوزارة، ثم اتجهت كسفير مصر في دولة رواندا. حابة أعرف ذكريات حضرتك عن الخاصة طبعا بدولة رواندا، وأيضا عن رجعة حضرتك للديوان مرة تانية. رجعت من شنغهاي، توليت مكتب برضو كنائب مساعد ل شؤون جنوب اسيا. هي ما فيهاش الصين بس كان فيها الهند وباكستان وسريلانكا ونيبال، ويعني قضيت في حوالي سنه برضو ما يعني مكملتش يعني. ونقلت الى كيجالي عاصمه رواندا، وبلد صغيره ولكنها بلد تتميز بجو استثنائي، يعني طول السنة الجو شبه ثابت، لدرجة ان امضيت فيها 4 سنين لم يتم استخدام جهاز التكييف طوال ال4 سنين. ده كانت سنة 2010 لا 2014. طبعا هي بلد من البلاد المهمة جدا جدا، يعني من اهم الدول الافريقية لمصر، نظرا لانها احد دول حوض النيل. العلاقات ما بيننا ما كانش بس علاقات سياسية، كانت كمان بنحاول يبقى في نوع من انواع العلاقات التجارية، او في طبعا علاقات تجارية. بس طبعا هي بلد صغيرة وحجم السوق صغير، يعني ما هياش كبيرة زي مثلا تنزانيا او اوغندا، ولكن اهميتها بترجع طبعا من كونها دولة من دول حوض النيل، ونحن نتشارك معها في عضوية منظمة بتسمى مبادرة حوض النيل، فيها جميع دول حوض النيل، هم 10 دول يعني. كانش في اي اهداف ان احنا نعمل اي استثمارات في الدولة دي تحديدا يعني؟ في هناك استثمارات خاصة، يعني كان في رجل اعمال مصري كان لديه منجم في رواندا. واعتقد لا زال موجود لغاية هناك يعني، لغاية دلوقتي عفوا. وكان في بعض الصغار المستثمرين بيجوا في حاجات زي السيراميك وزي الرخام، لكن كان أكبر استثمار مصري خاص هو استثمار الخاص بالمنجم. وكان حتى هذا رجل أعمال يعني كان معروف شخصيا لدى رئيس الجمهورية يعني. طبعا العلاقة مش نوع مش يعني برضو العلاقات السياسية طبعا علاقات قوية وقديمة يعني،
مصر مثلا من خلال صندوق المعونة الفنية وهي إدارة في وزارة الخارجية بترسل خبراءها لجميع الدول، لأغلبية الدول الأفريقية من النمبر وان ده، فتجد هناك خبراء في الري وفي الزراعة وبعض المدرسين. وهي بلد عشان طول السنة يعني مطيرة يبقى فيها أمطار، فمحتاجة لخبرة زراعية جامدة، ومصر طبعا لديها من الخبراء كتير يعني. كان في تبادل فيما يتعلق بالخبرات الخاصه بمجال الزراعه. يعني خبراءنا كانوا هناك بيروحوا، كانوا حتى بيدوا دورات في وزاره الزراعه وزاره الري، مش بس للروانديين الخبراء، كانوا ييجوا دول من دول اخرى لحوض النيل وكانوا يقيموا دورات يعني. وخبراءنا طبعا مش بس من وزاره الزراعه، من وزاره الري والموارد المائيه طبعا. على مستوى اخر بقى سياسي برضو كان في زيارات كتير بتتم برضو، لان وانا هناك ترأست رواندا مبادره حوض النيل لمده سنه، لان هو هناك رئاسه المبادره بتبقى بالحروف الابجديه، فيعني كانت رواندا واظن بعدها كانت الدوله بقى اللي تيجي بعدها. فشفت زيارات، حضرت زيارات رسمية وغير رسمية، من ضمنها زيارة وزير خارجية في تلك الفترة، وزيارة برضو كانت لوزير الري. وفي برضو بعض الزيارات الغير رسمية اللي جاية للتعارف ما بين الشعبين. طبعا رواندا رجعت مرة تانية لديوان عام وزارة الخارجية المصرية، ثم اتجهت حضرتك برضو تمثل مصر كسفير مصر في ماينمار. في البداية حاب أعرف العودة بتاعت وزارة الخارجية المكان اللي حضرتك رجعت إليه والخروج مرة تانية لماينمار. رجعت فتوليت برضو في القطاع الأفريقي، كنت نائب مساعد لشؤون القرن الأفريقي ودول الجنوب الأفريقي يعني، ودي بتشمل عدة دول من ضمنهم الصومال، من ضمنهم جنوب أفريقيا. وطبعا جنوب أفريقيا من أهم الدول اللي لها علاقات صينية مع مصر. بعد كده نقلت بقى سفيرا لمصر في ماينمار في 2016، والعلاقات بيها علاقات طبعا نقدر نقول فيها برضو بعد تاريخي، نظرا لمشاركة ماينمار أو كانت تسمى في السابق بورما في مؤتمر باندونج الشهير لعدم الانحياز سنة 56 55. وفي زيارة تاريخية للرئيس الأسبق الراحل جمال عبد الناصر لهذه البلد، وصورها حتى تجديها موجودة في مدخل السفارة وكذا. والعلاقات بينهم ممتدة من تلك الفترة يعني. بالنسبة للجالية المصرية هناك العدد مش كبير يعني، لأن أغلب يعني المصريين بيترددوا على مثلا الدول المحيطة بماينمار زي تايلاند زي سنغافورة زي، ولكن العلاقات التواجد المصري وهناك مهمة جدا. بعد وصولي بأقل من سنة تم تنظيم زيارة لوفد من مسلمي الأزهر، من مسلمي ماينمار، ومعهم بعض يعني ذوي الديانات الأخرى بناء على دعوة من الأزهر الشريف، والتقوا بفضيلة الشيخ الأزهر. فكنا دايما بنسعى إلى يعني توضيح مكانة الإسلام في مصر وكيف إنه يعني يدعو دائما إلى تخفيض التوترات وإلى التسامح. وطبعا في بعض الزيارات اللي تمت لاستكشاف فرص الاستثمارية هناك يعني، بعض كبار شركات الإنشاءات والمقاولات في مصر كانت بترسل بعض ممثليها ليانجون اللي هي عاصمة ماينمار. وفي طبعا الأهمية لدولة ناشئة في جنوب شرق آسيا، لأن هي رغم أنها فيها مشاكل ورغم أنها برضو ما زالت
لا تقارن اقتصاديا بباقي دول جنوب شرق آسيا، ولكنها عندها برضو فرص واعدة، يعني من أهم الدول في العالم في إنتاج الأخشاب. فدي كانت آخر تجربة ليا فيها فرص طبعا، فيها فرص. حد فيهم بيفضل ان هو يتجه هذا الاتجاه فيما يتعلق كمان بصناعة الأخشاب زي ما حضرتك حددت؟ في طبعا، لأن هي بلد غابات، يعني أشهر غابات في العالم، يعني بتبقى. ودي كان آخر بوست ليا، يعني حتى انا فاكر نزلت في اجازه اخيره وبعد كده حصلت الكورونا فما عرفتش ارجع، وانتهى بقى مشواري بحمد الله وبتوفيقه في اغسطس 2020. سعاد سفير، احنا بنشكرك جدا ان حضرتك شاركتنا هذا التاريخ الجميل ونقاط التحول اللي تعتبر ليها بصمه خاصه في المجال السياسي او في الدبلوماسيه المصريه. بشكرك جدا على هذا اللقاء. اشكرك واشكرك على الكلمات المجمله الرقيقه دي، واتمنى يعني ان اكون جاوبت يعني ونرضي المشاهدين أشكرك. يرغبون دايما في معرفة الدور اللي بيقوم به الدبلوماسي المصري اللي بيمثل به مصر في كافة القطاعات، سواء كان التمثيل الدبلوماسي أو التمثيل التجاري أو أي ما يكون التمثيلات. احنا هنا تحديدا في برنامجنا بنحرص على ان احنا نوضح صورة التمثيل الدبلوماسي المصري خارج حدود مصر وداخلها أيضا. مشاهدينا في كل مكان، وكده انتهى لقائنا الخاص جدا اللي كان مع سعادة السفير خالد محمد عبد الرحمن مساعد وزير الخارجية الأسبق. حدثنا مع سعادة السفير عن المحطات الدبلوماسية الخاصة به في تاريخ الدبلوماسي. أتمنى أن انتم تكونوا تابعتونا، وأتمنى إن شاء الله أشوفكم في حلقة قادمة في ألمانيا.